السلام عليكم اخواني واخواتي، صباح جديد، مطرة جميلة. اليوم راح اخذكم في رحلة في الهايد بارك، اكبر حديقة في لندن. ان شاء الله في الرحلة هذه راح نروح نبدأ بالبحيرة، المكان اللي انا احبه جدا. دحين احنا كده رايحين عند البحيرة عشان نشوف البطاط والحمام. شايفين البحيرة؟ فاكرين قصة البط؟ بصوا كيف الشموخ واقفين وهم عارفين انه ما حدش يقدر يعمل لهم اي حاجة، زي السفينة تتحرك. شوف الحمامة واثقة في نفسها، مش خايفة مني خالص، يعني ماشية وسط البط والحمام، نهائي ما هم خايفين مني. سبحان الخالق، شوفوا كيف. هلو، طبعا دول فاكريني جايبة لهم أكل. تعرضوا جمالهم. ده كله بط البحيرة. زي السفينة. جمال المنظر، في الاتجاه الآخر هتشوفوا البارك، الهايد بارك. طبعا من اليمين ومن اليسار هذه كلها الهايد بارك، البحيرة يعني جاية في طرف الهايد بارك، بس الطرف الآخر برضو تبع الهايد بارك. ريتا كانت بتأكل البط المرة اللي فاتت ووقعت في البحيرة، بس وقعت هنا، شايفين يعني الحتة قريبة. جمال الطبيعة، جاية تجري، فاكراني حجب لها أكل. أنا بحب أمشي في المطرة لأن مطرة خفيفة. شايفينها؟ يعني هتان. شوفوا البطة دي النايمة، دي بطة ولا ايه؟ شوفوا نايمين كيف ما شاء الله. هذيك المميزة السودة مرة شكلها حلو، سودة في أبيض، شايفين كيف؟
احنا عشان انا في مطره خفيفه واحنا في الصباح، فالبارك مش زحمه عاده، يكون ما فيش مكان تقدر تتحرك فيه. هنا كل الناس عايزه تمشي، عايزه تتفسح، تعمل رياضه صباحيه. في ناس بتعمل رياضه دلوقتي بس انهم قليلين مش كتير. يا ربنا لك الحمد كما هديتنا، احسنت معافاتنا وبسطت رزقنا، عن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا. لك الحمد بالايمان، ولك الحمد بالقران، الحمد على كل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث، او سر او علانيه، او خاصه او عامه. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أخذتكم معايا طول البحيرة. حقيقي منظر جميل. يعني لسه احنا ماشيين، البحيرة على يميني، البحيرة ما خلصت لسه. دي بتستعرض لي عشان عايزاني اجيب لها اكل. بصوا عملت ازاي في جناحتها. يعني هذه حركة اللاندنج، عايزة تخرج برا كمان. شايفين ده مبنى خاص جوا البارك، يعني مبنى خاص بأحد، ما اضطر انه هو يسلمه للحكومة هنا عشان عاملين عشان البارك وسطه. ما يقدروا، اذا الواحد رفض انه يدي بيته للحكومة هنا فبيخلوه. دي يعني مباني جوا البارك، هتلاقي زيه كتير، حقيقي رائعة. طبعا اسعارها خياليه، لو حبوا يبيعوها بيعملوا منها شغل جامد. طبعا هنا بقول لك المكان مش للسباحه، ريتا وقعت فيه فاضطرت انها تسبح عشان تطلع، وقعت على الزاويه بس تخض بنت لذينه. طبعا احنا عشان بدينا نهاية الشتاء، هتبدأ تشوف الزهور تبدأ تطلع. شايفين الزهور الحلوة الصفرة اللي هناك طالعة؟ طبعا لما قبل ما تكون هذه الجانحة موجودة كانت المراكب دي شغالة، الناس تقطع البحيرة من هنا لهناك ومن هناك لهنا، فكانت يعني تعتبر رحلات حلوة مع بالذات مع الأطفال.
بقالنا ماشيين، يعني احنا بدأنا من نص البحيرة مش من بدايتها خالص، بقالنا ماشيين 10 دقايق والبحيرة لسه ما خلصت. الو، الاتجاه الثاني من البحيرة تخرج منه على محل هارودز الشهير، محل رولكس هارودز، هارودز اللي هو كان تبع الفايت، يعني برضو يعتبر ثاني أكبر مركز تجاري في بريطانيا كلها. يعني تصوروا، يعني إن ما كان هو أكبر محل، يعني أنا الإحصائيات بتقول إنه هارودز أكبر من سيلفرجز، المحل اللي في أوكسفورد ستريت، فهم الاثنين أكبر محلات تجارية في بريطانيا، ومو بأي محلات، يعني كل البراندات العالمية تلاقيها موجودة عندهم، كل البراندات العالمية في هارودز وفي سيلفرجز. في المنطقة اللي هنا في الاتجاه الثاني من البحيرة نايس بريدج، هارتس نايس بريدج. والله نفسي في قهوة، قالت لي روح الناحية الثانية اعمل الاوردر عشان هي في ناس قبلي، فقلت لها خلاص ارجع لك شوي، فيش استنى، ما عنديش صبر. قربنا كده من نهاية البحيرة، في محل كوفي في نهاية البحيرة ممكن نروح اخذ منه. طبعا هيبدأوا يظهروا الناس اللي بيعملوا رياضة، بس يمينك ويسار، لانه هذه الحتة في الهايد بارك هي الممشى، يعني الناس بتمشي بتجري. شايفين كده نهاية البحيرة بدأت تظهر، منظر جدا جميل. طالما شايفين الكوبري اللي هناك اللي في الآخر، خليني أوريكم هو. هنا الكوفي، طالما في كوبري هنا معناته ايه؟ المية بتعدي، اذا في جزء تاني في البحيرة
هنا كاتبين لكم ايه، مش مسموح لكم تصطادوا سمك، والكلاب ما تقربش من البحيرة. يعني في الكلاب بس بص دايما يحاولوا يخلوها على جنب. هنا جالسين ياكلوا الحمام والبط، الكلب خضهم. فين الحمامات؟ تق Shall I record them? It's okay, thank you. شوف البط اتجرى بقى وطمع في القفل عايز يهرب الحمام. شايفين الطائر اللي جا؟ شكله جميل، شايفه؟ عايز ياكل. شوف البطة بتخوف الحمام عشان تاكل هي، مفترية البطة دي. اخر حاجة ما لقيتش غير انها تاكل معاها. شايفين البطة المفترية؟ حاولت تخض الحمام. سبحان الله جالسة تاكل من يده. قلت لكم الطيور هنا والحيوانات عندها ثقة رهيبة انه ما فيش حد يقدر يلمسها ولا حد يقدر ياخدها وياكلها، كنا عارفة القانون، عندهم ثقة في نفسهم. Only hurts when they bite. This one is young. جريئة. طبعا انتوا شايفين البطة، البطة ما تقدرش تشوف بس تشوف من الجناب. عشان كده لما كانت قاعدة تبص لهم عشان تاكل، بصي هتروح دلوقتي تنادي اصحابها. وراحت تشرب مية لأنه اللي أكلها هو ناشف. Yeah, she wants some water. كان واقف في حلقها الأكل. راحت تشرب. You can't give bread to the big one. Yeah. No. To be honest, the last time they tried to eat my finger. But nothing happened. شوفوا كيف نفخت حوصلتها وشربت مية. See, it bites you. Yes, I told you. She ate your finger. Yeah, yeah. I know, she did that to me last time. كانت أتاكل الصباع. One of them stealing my son sandwich. Really? He cried a lot, he wants his sandwich. واحدة من دول البيض قصي ابني كان واقف ولطشت السندويش من ايده وقعد يعيط، كان صغير عايز السندويش بتاعه. Thank you. You're welcome.
ايه رايكم في البط وهو بياكل؟ ايه رايكم في الشموخ بتاع البط والحمام؟ عندهم ثقه رهيبه في نفسها. تخيل بقى البطه دي لو في بلادنا احنا العربيه تيجي تقرب منها، عارفه انك هتاكلها مش هترضى هتجري. ملياش نصيب شكلي في القهوه النهارده، لانه شايفين الناس اللي منتظرين عشان يشتروا قهوه مش لازم اشرب قهوه، هو القهوه اصلا مضره بالصحه، يعني مش لازم الواحد يشرب قهوه كل يوم. دي بقى من حراس البنك، دي العربيه بتاعتها، في نفس الوقت مسرح لها لو شافت حد كبير مش قادر يمشي ولا حاجه تشيله مثلا تنقله من مكان لمكان. طبعا انا كان عندي كده امل وردي ان انا هشتري قهوه من المكان ده، بس منظر الناس اللي واقفين خلاني اقلع عن شرب القهوه، يعني اقتنع انه القهوه مش ضروريه نهائي. طبعا احنا هنعدي الكافي ده ونشوف هل في تكمله للبحيره ولا لا. طبعا هذا كله انتم ماشيين معايا في البارك، انا ان شاء الله بس ما كنت تعبتكم، هي رياضة صباحية. كده مشينا حوالينا، شايفين المنظر الجميل تحت ده، المنظر ياخدك للهايد بارك كورنر. طبعا انا تلكت من المطرة شدت، بس عايز اعرف المية لما دخلت تحت راحت فين. طبعا الكوفي شوب ده كنت تلاقيه بقى يعني مليان ناس، بس بسبب انه ممنوع التجمعات عندنا دحين فمقفول، بس بيباع لك تيكاوي تشتري وتروح. شايفين انتوا طبعا البحيرة، عرفتوا انا فين دلوقتي. ناحية الشمال بقى، عشان انا لسه مصر اعرف المية راحت فين. منظر جدا جميل. ايوة اهي المية، شايفين ناحية الشمال، وري هذا طبعا احنا يميننا البحيرة زي ما جيتوا معايا، وطبعا ده الكوبري اللي عدينا منه. نيجي نبص هنا بقى، شوفوا الموية فين، حقيقي منظر جميل جدا، رائع المنظر. وطبعا دي موية المطرة بتتجمع وتنزل، فأكيد ان المنظر من هناك جدا خلاب. تعرفين المنظر اغراني اني اخدكم تحت بقى ونشوف منظره عامل ازاي من تحت. هرجع في كلامي وانزل. شايفين ده طبعا انا اجي هنا متى؟ لما اودي الاولاد المدرسه، اودي ريتا مدرستها الصبح، احب اجي امشي هنا ساعه ساعتين لحد ما يبدا الدوام عندي، بعد كده اروح على المكتب، سايبه في المكتب لبس الشغل، البس وامشي واطول. طبعا انتوا حاسين انا بديت استعجل في المشي لانه الوقت ايه هيسرقني، وهفضل بس اتمشى معاكم هنا مش هتخلص. نزلنا
طبعا زي ما قلت لكم الاول انه عشان الشتاء بدا ينتهي، طبعا الخريف راح شتاء، الحين حيبدا الربيع، حتبدا تشوفوا الزهور تظهر. لسه حناخد جوله لما البارك والزهور اللي فيه كلها تفتح له، كلها بدايات. شايفه الشجر لسه باين اثار الخريف، ده كله حيبقى اخضر جميل. matter of time يعني، just بعد الوقت وحتشوفي. طبعا دي كلها كراسي، بس مين حيقعد والمطره كده؟ يعني لو جيت بصيت كده موية. الشجرة دي الورد بامبي جميل، لسه ما فتحش، بكرة لما يفتح هجي أصور لكم إن شاء الله. شوف فاكرين لما قلت لكم البحيرة؟ دي بقى العربية المخصوصة بتنظيف البارك. فالبارك ده اسمه الرويال بارك، يعني الحديقة الملكية. شوفوا البحيرة، البحيرة انتهت هنا، اللي فوق دي مية المطر. طبعا دي الأحصنة الملكية، تخرج من قصر الملكة كل يوم وتلف في البارك. طبعا اللي راكبين عليها اسمهم البوليس الخيال، يعني الشرطة الخيالة. هي دي الحديقة الملكية. كل دول عمال في الحديقة. ده الممشى الثاني. إن شاء الله تكون الرحلة اليوم يعني نالت على إعجابكم. رحلتنا اليوم داخل الهايد بارك فقط كانت عند البحيرة، وشفنا مع بعض البحيرة فين انتهت. وطبعا تسريب البحيرة بيروح لنهر التايمز، وإحنا مش بعيد من نهر التايمز. هي لندن أصلا مبنية على موية، تلاقي المية تختفي بس من تحت لتحت كله بيصب في نهر التايمز. إن شاء الله تكون الرحلة عجبتكم، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والشير وكمان الكومنت. وإذا حتى الرحلة ما عجبتكم برضو إحنا نتقبل النقد، وممكن تضيفوا لي هو في صندوق الاقتراحات. مع السلامة، لنا لقاء آخر إن شاء الله.